السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في تاني محاضرات التحكيم الدولي، وعنوان محاضرة اليوم هو اللجوء إلى التحكيم. كما أسلفنا أن اللجوء إلى التحكيم يكون بإرادة حرة وبتراضي بين الأطراف، ولا يجوز أن يكون التحكيم إجباري وإنما التحكيم اختياري. لكن كيفية اللجوء إلى التحكيم؟ حتى نلجأ إلى التحكيم يجب أن يكون هناك اتفاق على اللجوء إلى التحكيم، فبدون اتفاق لا يتم اللجوء إلى التحكيم مطلقا. هذا الاتفاق يبرم قبل النزاع أو بعد النزاع، سواء أثناء توقيع العقد الأساسي الخاص بالعلاقة التجارية المتبادلة بين الأطراف أو بعد نشوء نزاع وبعد توقيع العقد. يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوب في أي شكل من أشكال الاتفاقات، يجب أن يكون الاتفاق مكتوب. وبالتالي إذا كان الاتفاق غير مكتوب يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز الأخذ به. ويمكن أيضا الاتفاق على التحكيم ما يكونش مكتوب بشكل عقد أو بشكل اتفاق أساس، لكن يؤخذ من إرادة الأطراف في الرسائل المتبادلة إن أنا هنلجأ للتحكيم، إحنا موافقين نلجأ للتحكيم، طب هنروح مركز كذا، طب يلا هنروح المركز ده يوم إيه يوم كذا نتقابل. رسائل متبادلة بين الأطراف، هذه الرسائل أفادت وبشكل رسمي على الإيميل أو الإيميل الإلكتروني أو رسائل البريد أو الفاكس أو غيرها من أرقام الشركة، ومثبت فيها أرقام الشركة وبياناتها وتوقيعهم وأشخاصهم، ومبين ومؤكد فيها أن هذه رسائلهم وهم نفسهم يقروها، وبالتالي تعتبر هذه الرسائل بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. طيب أي هي أشكال التحكيم؟ أشكال التحكيم ثلاث أشكال، في اتفاق وفي اتفاقية وفي إحالة. القانون النموذجي للأمم المتحدة اليونيسترال حدد الثلاث أشكال دي بشكل أوضح أو بطريقة موضحة، قال هو شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، التحكيم بالإحالة. شرط التحكيم هو اتفاق بيجد في العقد الأساسي إن احنا في حالة نشوء نزاع نلجأ إلى التحكيم لتسويته. مشارطة التحكيم بمثابة عقد مستقل، عقد يكتب فيه اتفاق تحكيم في حالة وجود النزاع أو أي خلاف ينشأ على العلاقة التجارية المتبادلة بين الأطراف في العقد المؤرخ بكذا كذا والخاص بكذا كذا. التحكيم بالإحالة هو بمثابة اتفاق يلجأ إليه الأشخاص في الاتفاق الأصلي أو في اتفاق لاحق بأنهم يحيلوا أي نزاع إلى التحكيم، إما في عقد معين أو لقانون معين. ولنا في شرح هذه الأوجه الثلاثة محاضرات قادمة علشان تكون أوضح ومفهومها أيسر. يطبق هذا الاتفاق كافة قواعد القانون الواجب تطبيقها. ما هي القواعد القانونية الواجب تطبيقها؟ اتفاق التحكيم بمثابة عقد، وبالتالي يجب أن يكون فيه رضا، يجب أن يكون فيه أهلية للأطراف، وهذه الأهلية يجب أن تتوفر بناء على قانون البلد التابع لهم جنسية كل طرف فيها، وإلا كان فيها بطلان، وهذا أيضا سوف نعود إليه لاحقا. واللجوء إلى التحكيم يشمل العقد وكافة إجراءات التحكيم، يعني مكان التحكيم، نوع النزاع اللي هيتعرض على التحكيم، طبيعته، مدته، القانون اللي هيتطبق عليه، المستندات المقدمة، الإعلانات، إعلانات الخصوم، لغة التحكيم، مدة الحكم، صدور الحكم، عناصر الحكم، المحكمين وأسمائهم، موضوع النزاع، طريقة تسوية النزاع وطريقة الطعن على الحكم، والمحكمة المختصة بنظر بطلان حكم التحكيم، دعوة بطلان حكم التحكيم وتنفيذ الحكم. كل هذه العناصر يجب أن يشملها اتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم هو الوسيلة التي يكتسب منها الأطراف المتعاقدين أحقية في اللجوء إلى التحكيم. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبي المحامي، شكرا جزيلا.